رهيبة جدا والله. لا فييتا. يوم عيد ميلاده. القوس اللي وراي في الصورة وراء أحد أشهر أحياء المكسيك في شيكاغو، يطلق عليه اسم لافييتا. فراس شاهين طبعاً اليوم راح يلف معي في الحي المكسيكي اللي موجود في شيكاغو. خلينا ننطلق ونوريكم أهم وأجمل الأمور في هذا الحي المكسيكي. احنا في الحارة المكسيكية في شيكاغو الليرو فيليج. انا طبعا زوجتي مكسيكية وداخل في جوهم كثير، يعني عارف عاداتهم وتقاليدهم وعيادهم ومناسباتهم. ناس بسيطين كثير، يعني لهم عادات قريبة على العرب، مش كثير، قريبة. واكثر اشي مهم عندهم بالحياة هو الحب والسعادة. طبعا مناسباتهم كثيرة، بعياد الميلاد لازم تجيب هدايا، في عندهم عيد الأم، عيد الأب، عيد الميت، عيادهم كثير. يعني بدك تضلك طول السنة تجيب هدايا وتعمل كثير نشاطات معاهم. ياك شيلك إذا بيكون في عيد ميلاد ولا بيكون في إشي ما تجيبش هدية. صراحة كثير شغلات مرتبة، يعني بتشم ريحة الأكل المكسيكي، بتشم ريحة المطاعم المكسيكية، الجو المكسيكي، الناس لابسين طواقع على روسهم، أجواء المكسيكان، الجماجم اللي بتمثل مناسبات وأعياد عندهم. خلينا اليوم نفهم كل هاي الأمور. هذول فقراء يعني هون بشيكاغو، بيجيب له بسطة ببيع عليها ذرة، ببيع عليها مشروبات مانجا، بحط عليها البهارات تبعتهم والشغلات هاي. نحن نبيع فول وبليلة وشغلات زيكم، بيبيعوا مانجا وعصائر، شغلات كثير حلوة وفريش. يعني بتيجي هذول بروحوا على الحسب الصبح بيشتروا الخضار وكذا، وبيجوا بيبيعوا للناس الأمور اللي ممكن يأكلوها ويشربوها. سي سي هسا راح تحط عليها الطهين، هذا مشهور عندهم، هو بيكون مكوناته من بهارات وملح وليمون وشغلات زي هيك، بعطي حموضة كتير زاكي للمانجا، بحطه على المانجا والبطيخ. كيف الإبداع، كيف سوت الكاسة وزبطتها، والله الحج مرتب. طبعا هذا هو الطهين. طهين، يا سلام، هذا الطهين، هذا التشموي، هذا صاص، هذا بيجي صاص حلو هيك برضو عاملينه من البهارات، وهي ليمون كمان ده تعصر عليها، اللايم تبعهم، اللايم عندهم هذا الليمون المكسيكي المشهور، الأخضر، هذا عندهم اللايم بعد تاكوس بحطوه على المانجا وعلى هذا، مهم جدا لازم. كوانتو كويستا سيس $6 سيس مucho gracias. شو تكتك نجرب المانجو هذا اللي في حي لافييتا. مانجا محطوط عليها اخوان شطه والله بنعم بهارات، بس لازم نجربها. حلاوه المانجا مع الحموضه مع الشغلات هاي رهيبه جدا والله، تستحق التجربه. تعالوا تعالوا جربوها. ليش موجود جماجم؟ شو بيعتقدوا في هذا اليوم؟ وشو هو هذا اليوم؟ My family, my relatives, they believe like when all of the people who pass away, they believe like they come to eat like their favorite food. So that's why they put like a big table. And then if they like beer, they put their favorite beer, wine, all of the kind of food that they like really love. And then many flowers, especially the miracle flowers. And then they celebrate like they starting like on 28 for people who was killed them. And then the 30 for children, the babies. And 1 and 2 for adults, for people who die like normal. المشهد اللي وراي زي ما انتم شايفين الكرتونة موجود تحتها شموع بالإضافة لحذاء موجود وبعض الدمى الموجودة في هذا المكان. هاي عبارة عن جنازة بتنحط في الشوارع لأشخاص انقتلوا هون، يعني هون الأشخاص الموجودين بجوار هذا المكان بيحكوا انه في شخص انقتل هون فحطوا هذا كتذكار له، بالإضافة انه بيجوا الناس هون بحطوا له الأكل لأنهم عنده اعتقاد انه الأرواح بتنزل مكان ما انقتلت أو طلعت الروح، بالإضافة لأنه بضل ذكرى في الشارع لمكان موت الشخص اللي مات هون. هنا في شخص كان ميت مطخوخ، وهناك كمان جوا في كمان شخص كان بالكحول. ناس مكسيكان هون لما واحد شخص يموت بيجوا على المكان بحطوا فيه شمع وبحط كذكرى له، بحطوا فيه كمان بيرة والأكل اللي هو بيحبه، هم بيأمنوا بتخيلوا إنه هو الروح تبعته بتيجي وبتأكل من هذا الإشي وهو لساته موجود بنفس المكان. طبعا إخوان عدد سكان الولايات المتحدة 333 مليون شخص، منهم
30% شخص مكسيكي، عدد هائل وضخم جدا. والأحياء تبعت شيكاغو موجود ما يقارب أكثر من 800,000 مكسيكي. الأحياء هاي بتضج في الثقافة المكسيكية، والناس المكسيكان اللي عايشين ثقافتهم وتراثهم زي ما هو موجود في المكسيك. خلينا هسه ننطلق على هذا المحل اسمه ديسكاونت مول، خلينا نستكشف أنا وفراس شو موجود جوا. هذا أحد أضخم أسواق المكسيكية الموجودة هون، تقريباً سوق كثير ضخم. شوفوا كيف هون التقاليد والتقاليع تبعتهم موجودة بكثرة في أول ما تفوت السوق. عندهم مثلاً زي هاي الأساور بصنعوها يدوياً وبلبسوها عشان إنه تشيل عنهم الحسد. هاي أساور الحسد يا أخوان، ولازم كل فترة وفترة تجددها. هذا هو اللبس المكسيكي التقليدي بالمناسبات، البدل للأولاد الصغار هي بلبسوها بأعيادهم بحفلاتهم، اسمها تشارو. تشارو هاي الطاقية اسمها تشارو يا أخوان، حقها هاي تقريبا 80 دولار. بلبسوها طبعا في مناسبات مش بأي يوم، مناسباتهم كثيرة. طبعا شوفوا كيف هون الأحذية اللي هي أحذية رعاة البقر بالإضافة للطواقي، صراحة تراثهم كثير حلو بجنن. هذا كله من جلد البقر مصنوع، أسعارهم كثير غالية لأنه مصنوع من جلد البقر، عشان هيك يعني هذول الطواقي من 35 ل 150 دولار الأسعار، يعني أسعار ما شاء الله. 180 دولار الكندرة هاي. تشوروس تشوروس كرابيج حلب، هنا بحشوها مرات بشوكولاتة ومرات بحشوها في فانيلا. طبعا خلينا نجرب كرابيجهم، مقلية بس محطوط عليها سكر بدل قطر من برا. الآن رايحين نعمل تجربة أحدى المطاعم المشهورة في شيكاغو. طبعا هذا المطعم مطعم مكسيكي، طبعا انضم معنا مين؟ كريس. Hey, how are you, Chris? How are you guys? We are gonna eat right now at a place which it calls Canton Regio. They sell very good Mexican food. هاي هي المقدمة المكسيكية بأي مطعم بجيبوها، اللي هي عبارة عن التورتية تبعتهم اللي هو الذرة، الخبز الذرة، بيكلوها في الزيت وبتصير هيك زي الشيبس. طبعا هاي التورتية مع الصاص تبعتهم اللي هي عبارة عن خضار مطحونة مع شوية ملح وليمون وهيك شغلات. زاكي والله. That's the meat we're getting right there. And now they're gonna put it on the grill. And after that they're cutting it, seasoning. طبعا شوفوا يا اخوان هون بيستخدموا الفحم في شواء اللحمة، جريلات كلها فحم هون موجودة. And also they serve that with jalapenos and onions over there. But those are like sweet onions. شوفوا الفن بتقديم الأكل. آه والله. شوفوا كيف طريقة تقديم الأكل بتجنن. هذا الأورشاتا المكسيكي اللي هو عبارة عن مية الحليب، مية الرز مع الحليب، زي رز بحليب بس مي. هذا خبز اللي هو طحين، معمول من طحين تورتية. هذا الخبز المعمول من ذرة اللي بسموه كورن تورتية. وعندنا هون البينز اللي هي الفاصوليا، أكلوا الفاصوليا البيضة، وعنها هي بتنزل كمقبلات. وهذا اللي هو الستيك، بيف ستيك. Can we have extra? صحة. عمل كورن أزكى اللي هو خبز الذرة، نحط بصل. شوفوا كيف طبعا طعم اللحمة إشي كثير بجنن، أقسم بالله طعم الشوي على الفحم خرافي جدا. جوسي طرية. سويتا بصل، معناها سويتا موتشو موريكو، يعني كثير زاكي يا اخوان. اخو مرته كريس بكون اخو مرته، ورانا افضل المطاعم المكسيكية الموجودة في هاي المنطقة، فعلا لذيذ. يلا روح. بسم الله. طبعا هذا اشي مهم. So the most important thing for all of us Mexicans is to keep our culture alive. There are many cultures in Mexico which we try to let the world know how is the way we live and how is the way like Mexicans were raised since the beginning.
And we are all of us try to keep our children to speak the you know the original language, which is Spanish, so they can keep teaching it from their kids, and we never lost that speaking, you know. And also, I think which is more important for us too is that we care for each other. We never let you down in case you need something. We are all family in Mexico. Okay, طبعا اليوم عيد ميلاد كريس وراح يعملوا له حفلة في هذا المطعم. الآن هسه راح يصير في حفلة لكريس. هسه بتشوفوا كيف الاحتفال راح يصير. طلع طلع طلع. Las cantamos así. Despierta, niños, despierta. A los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Hola, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pronto fair! طبعا كريس صار يحكي عربي. طبعا كريس بقول لي انه اكل اكل عربي. Well, I have tried some hummus, tapuli, shish kabab, kofta kabab. And I love it. Mansaf. Mansaf. Yeah, mansaf. I have tried a lot of Arabic food and I love it. It's delicious. طبعا خلصنا حلقتنا لليوم وان شاء الله الحلقات الجايه تكون في المكسيك. بركي شفتونا أنا وفراس في حلقة في المكسيك. فلا تنسوا تدعموا فراس، موجود رابط التيك توك تبعه في ديسكريبشن. تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. وشو بنحكي يا فراس؟ سلام.